السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر احمد عبد الوهاب دروس تعليم اللغه الانجليزيه. للاسف في خلال الفتره اللي فاتت دي في حوالينا بقيت ناس كتير لحق يا تستاهل الشتيم, ناس مستفزين جدا جدا جدا. فالنهارده انا اجيب لك معايا 10 طرق تقدر توصف بيهم الاشخاص اللي حواليك باوصاف سيئه. لو شخص ده سيء او شخص ده وحش, بدل ما تقول عليه زباد نار, احنا هناخد النهارده شويه امثله نقدر نوصف بيهم كل شخص عشان يبقى في نوع من ايه التحديد للشخص اللي قدامه. واحنا انا بعتبرهم يعني اشتايم من الاخر عشان تقدر تشتم من قدامك بس بشكل شيك شويه. تمام تمام. اول حاجه معانا هي ايه؟ لو الشخص شرير او الشخص سيء بنقول عليه فيلن. فيلن فيلن هو الشرير, دي سهله. فيلن ما هي از فيلن, هو شخص شرير او شخص سيء. والكلمه اللي شبه فيلن بالضبط هي كروك. كروك كروك كروك. تمام. ودي برضو بنفس معنى فيلن ان هو شخص سيء. طيب ماشي. في برضو عندك لو شخص حقير وضيع, شخص بيعمل حاجات غير متوقعة من كتر الخسة اللي هو فيها, يعني نقدر نقول عليه شخص خسيس. نقدر نقول عليه scum bag. scum scum bag scum bag he is a scum bag, هو scum bag. ودي ما هي يعني هو شخص حقير او شخص دنيء او كل شتائم ممكن تيجي في دماغك يعني. طيب تمام. في عندك كمان شخص قاسي جدا جدا جدا, شخص احنا نقدر نقول عليه بالعربي كده ما عندوش قلب, هنقول عليه a heartless bastard. a heartless a heartless bastard a heartless bastard a heartless a heartless heartless bastard bastard يعني شخص بدون قلب بدون مشاعر اللي هو ممكن يدوس على اي حد. a heartless bastard a heartless bastard. لو انت عندك شخص مثلا مؤذي, هو كل اللي بيعمله هو بيأذي اللي حواليه وبيخليش اي حاجه تكمل خاصة لو في شغل, هنقول عليه ايه؟ a nasty piece a nasty piece of work a nasty piece of work a nasty piece of work. تمام تمام. عندنا كمان شخص وحش وكمان افعاله مضطربة, يعني هو شخص حتى نقدر نقول عليه انه هو crazy madness مجنون, يعني شخص مجنون وفي نفس الوقت مؤذي, نقدر نقول عليه psycho او psychopath psycho or psychopath. تمام. وده الوصف الصحيح للشخص اللي مضطرب نفسيا وبيأذي الناس, السايكو ولا السايكوباث. تمام. لو في شخص ما ينفعش تثق فيه, يعني شخص عديم التحمل المسؤوليه ممكن يأذي اي حد ممكن يعمل اي حاجه عشان هو بس مبسوط, بيقول عليه a totally reckless 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 a totally reckless. تمام تمام. لو في شخص غريب تصرفاته غريبة طباعه غريبة جدا بالنسبة لك, هو شخص creep. شخص ايه؟ creep. اخر اتنين معانا وريت الستات ما يزعلوش, الحاجتين دول او الصفتين دول او مش عارف الشتيمتين دول بيتقالوا على الستات. الاولى an evil witch an evil witch. لو في ست بالذات شريرة وتصرفاتها شريره بقول عليها an evil witch, ست شريره, ست ايه؟ ساحره شريره. فاكرين يا جماعه افلام ومسلسلات الساحره الشريره؟ هي بقت ساحره شريره an evil witch. الثانيه بقى معلش على اللي فيها هي ايه؟ two faces cow. بالظبط a two faced cow, بقره بوشين, يعني بقره وبوشين. a two faced cow a two faced cow a two faced cow يعني ايه؟ شخص بشخصيتين او شخص بوشين, بيعمل معاك كويس بس هو من جواه انه ما عاوز يأذيك او هكذا. اسمه ايه او اسمها ايه؟ a two faced cow. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويفض شويه من اللي جواكم. ما تنساش تقول لي تحت في الكومنتس انهي واحد فيهم انت ممكن تستخدمه في حياتك. لو كان الفيديو عجبك تنساش تعمل لايك شير, لو كنت على اليوتيوب شير في القناه, لو كنت على الفيسبوك تنساش تعمل لايك للصفحه. اشوف اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.